بص كده معايا، الاكس راي اللي هتظهر لي ان شاء الله لو هتنزلك في الامتحان، اولا انت المفروض هتكتب حاجه معينه كده، اسطمبه معينه بتتكتب، بتكتب والله الاكس راي اللي قدامي دي هل هي اكس راي عاديه، يعني مجرد ان انا جبت المريض وحطيته قدام جهاز الاكس راي وصورته، ولا هي اكس راي بتصميم خاص عايز اشوف فيها حاجه معينه؟ لا والله، هو كل الاكس رايز اللي موجوده عندنا هنا في جزء الكارديو هي اكس رايز عاديه، انا مش عايز اشوف فيها اي حاجه محدده، انا مجرد جبت العيان كده زي ما هو، ما ضفتش صبغات ولا حقنته باي حاجه، وجيت قدام جهاز الاكس راي وصورته، فبنسمي نوع الاكس راي ده ايه؟ بنسميه بلين اكس راي، دي هتاخد عليها درجه. ادخل كده قدام الاكس راي، اكتب بلين اكس راي اللي قدامي دي. طيب تاني حاجه، شكل الفيو، هل انا مصور الاكس راي دي من قدام، العيان بص لي من قدام مثلا او من ورا، فانا مصوره من انتروبوستيرور فيو، ولا انا جبت المريض ووقفته من الجنب كده وبصور المريض من الجنب؟ لا، الاكس راي اللي قدامي دي كده لما اجي ابص هلاقي الهارت موجود قدامي اهو، هلاقي عندي اللنج على الجانبين، معنى كده ان انا ببص من قدام من الامام، الهارت في المنتصف واللنجز على الجانبين، يبقى ديت اكس راي، هتكتب كده بالظبط بلين اكس راي، دي عليها درجه. انتر بوستيرور فيو عليها درجه، والحاجه المطلوبه منك في الاسك في الاكس راي عليها درجه. طيب ايه اللي ممكن يطلب مني في الاكس راي؟ طب ما تيجي نبص كده نفتكر حاجه معينه في الشيست عندنا. بص، انا كان عندي الهارت بيبقى موجود كده في منتصف الصدر، قاعد على منتصف الحجاب الحاجز او منتصف الديافرام، وعلى جانبيه التو لانجز الرئتين. بص كده، كان الهارت بيقول لك ان بيكون له اجزاء مختلفه، بس لما اجي ابص كده على البوردرز بتاع الهارت، ده الرايت بوردر بتاع الهارت، وده الليفت بوردر بتاع الهارت، وده الانفيرير سيرفيس بتاع الهارت. الرايت بوردر بتاع الهارت كان بيتكون من ايه؟ قال لك كان بيتكون من الرايت اتريوم، الليفت بوردر بيتكون من الليفت فينتريكل، وبعد كده كانت بتطلع منه الفيزلز فوق، الاورطه والبلموناري. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان بص كده، لما اجي ابص للاكس راي بتاعتي هتلاقيه ظاهر لي الاكس راي بالشكل ده، انا مش شايف فين الرايت اتريوم وفين الرايت فينتريكل وفين الاجزاء المختلفه للهارت. بس ايه اللي بيحصل لما اجي بصور العيان في الاكس راي؟ المفروض ان اشعه اكس ايه وظيفتها؟ قال لك انها بتعتمد على الدينستي او على كثافه الاجزاء المختلفه في الجسم. يعني ايه على كثافه الاجزاء المختلفه في الجسم؟ يعني المفروض انا لما بصور حاجه معينه، لو الحاجه دي فيها هواء الاشعه هتقدر تخترقها بسهوله، وبعد كده الاشعه دي تنطبع على الفيلم بتاع الاكس راي ورا، الفيلم بتاع الاكس راي ورا ده حساس جدا للاشعه وللضوء، فلما الاشعه تيجي عليه بشده تحرق الفيلم تخليه باللون الاسود ده كده. طيب لو انا عندي حاجه كثافتها عاليه زي العظم مثلا زي البون، الاشعه ما تقدرش تخترقها بسهوله، فيوصل كميه اقل من الاشعه على فيلم الاكس راي اللي انا المفروض هصور عليه، فالفيلم يدانه طبيعي باللون الابيض، ما يتحرقش وما يسودش. معنى كده لما الاقي حته سودة يبقى اكيد انا بتكلم عن حاجه جواها هواء، حاجه كثافتها قليله، ولما الاقي حاجه لونها ابيض يبقى اكيد دي حاجه كثافتها عاليه، يا اما جواها، يا اما دي جزء عظمي، يا اما حاجه جواها دم، صح؟ طيب بص معايا كده، ليه انا بقول ان المنطقه اللي في النص دي الهارت؟ لان الهارت ماسكولار اورجان وجواه دم، فالاشعه لما بتيجي تخترق وبتاخد وقت طويل عشان تقدر تعدي فيه، فيظهر لك الهارت باللون الابيض ده كده. طيب ليه بقول ان الجانبين اللي على الجانبين دول الرئتين او التو لانجز؟ لان الرئتين كلهم هواء، الاشعه بتخترق الهواء بسهوله وتوصل بشده على الفيلم بتاع الاكس راي اللي انا بسجل عليه ورا اللي هو ده كده، فتحرق الفيلم فتخلي لي لون اللانج لونه اسود. هتقولي امال ايه الحاجات المخططه على اللانج دي كده؟ انا شايف في حاجات لونها مخطط ابيض كده. الحاجات المخططه ديت هي الريبس، الاضلاع، بما ان في الاضلاع فيها كالسيوم عالي والاضلاع ده بون، فالاشعه ما بتقدرش تخترق البون بسهوله فما توصلش للفيلم ورا، فما تحرقش الجزء المخطط بالاضلاع. طب ايه العظمه اللي فوق دي كده؟ في عظمه صغيره كده بتكون في اعلى الاضلاع، لو حد فاكرها كنا بنسميها الكلافيكل. بص هنا كده، دي الاضلاع المختلفه وفي عظمه فوقهم الكلافيكل، يبقى العظمه اللي فوق ديت هي الكلافيكل. اللي انا برضو عايز اشوفه، انت لو جات لك الصوره دي في الاكس راي غالبا هي نفس الصوره بس هيغير لك عليها البيانات. اول حاجه ممكن يشاور لك على الحته اللي تحت دي، هي ايه الحته اللي تحت دي كده؟ بص كده، هي المنطقه دي في الهارت، اكتر حته بارزه في الهارت تحت، بنسميها ايه؟ بنسميها الايبكس اوف ذا هارت. طيب بص كده في الهارت، الهارت في له رايت اريا وفي له ليفت اريا. لو شاور لي على الرايت سايد بتاع الهارت هنا، هو بيشاور على جزء في الهارت على الرايت سايد، يبقى ده الرايت اتريوم. طب لو شاور لي على الليفت سايد، بص كده الرايت سايد رايت اتريوم، الليفت سايد ليفت فينتريكل.
لاحظ الصورة اللي أنا راسمها وطبقها هنا. على الرايت سايد فانت في الرايت اتريوم، على الليفت سايد فانت في الليفت فينتريكل. ده لو بيشاور على الكثافة نفسها، بيشاور على داخل الهارت نفسه. طب امال لو شاور لي على الحد الخارجي ده؟ مش هقوله رايت اتريوم، هقوله رايت بوردر اوف ذا هارت. طب لو شاور لي برضه على الحد الخارجي ده، هقول ليفت بوردر اوف ذا هارت. يعني لو بيشاور على الجزء الداخلي هقوله رايت اتريوم، لو بيشاور على الحد الخارجي هقول رايت بوردر، لو بيشاور على الجزء الداخلي هقول ليفت فينتريكل، لو بيشاور على الحد الخارجي ده هقول ليفت بوردر اوف ذا هارت. طيب انا لو بقى شاطر يعني، والموضوع انا مش شايف او مش محقق هو السهم مشاور فين بالظبط، اكتب على الناحيه دي رايت بوردر رايت اتريوم، واكتب الناحيه دي ليفت بوردر ليفت اتريوم. هيقوم سايب كل ده ويروح جاي مشاور لي على حته فوق كده. بص كده، ده الهارت المفروض بيطلع منه الجريت فيزلز فوق. لما اجي ابص على الاورطه هلاقي الاورطه كده وهو بيطلع عايز ينثني عشان ينزل في صوره ديسندنج اورطه. انثنائيه الاورطه وانحنائه اللي نازله تحت دي كده بيسموها الاورتيك ناكل، يعني تانيه الاورطه. تانيه الاورطه بص بتبقى خارجه شويه عن حدود الهارت. بص كده، ده حدود الهارت، حدود الهارت. هتلاحظ ان حدود الهارت ماشيه 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 ماشيه، وتيجي في المنطقه دي تلاقي حته كده برزت. الحته اللي بارزه فوق دي كده الاورتيك ناكل، تانية الأورطة، وهو بيتحول من أرش إلى ديسندنج أورطة، وهو بيتحول من أرش إلى ديسندنج أورطة. الحتة دي كده بنسميها أورتيك ناكل، أي تانية الأورطة. طيب إيه تاني من الصور ممكن يجي لك في الإكس راي؟ بص كده، لما أجي أبص على الإكس راي هلاقي إيه؟ هلاقي التو لانجز، صح؟ على الجانبين لونهم أسود. طب ما انا ممكن الاقي التركية، هي مش التركية دي اصلا داخل على اللنج؟ يعني في جواها هواء بتوصل للنج، يعني لما اجي ابص عليها هلاقي لونها اسود زي سواد اللنج. بص كده، لما اجي ابص في الصورة دي هلاقي في منطقة سوداء هنا في المنتصف، شايفينها الحتة دي كده؟ دي التركية. طيب بص كده، التركية وهي داخل اللنج وداخل معاها الفيزلز، المفروض الفيزلز بتعمل كده في المنطقة دي شادو، لان الفيزلز جواها دم. بص كده هلاقي في حتة كده اللون فيها شادوز، حتة كده بدأت لونها يفتح هنا، شايف المنطقة دي كده؟ في أجزاء لونها فاتح في المنطقة دي. الشادوز دي معناها إن دي المنطقة اللي بيدخل منها الفيزلز، فبنسميها إيه؟ بنسميها الهايلم. الحتة دي كده اللي داخل منها الفيزلز بنسميها الهايلم، والحتة دي بنسميها الهايلم. تعالوا نشوف، ممكن نشوف إيه تاني؟ ممكن لما أجي أبص كده ألاقيه بيشاور لي على جزء في الديافرام. لو شاور لي على الجزء المرتفع في الديافرام على الرايت سايد بسميها الرايت كوبيولا اوف ديافرام، او الرايت هيمي ديافرام، نصف الديافرام الايمن، او كوبيولا يعني قبه، قبه الديافرام اليمنى. ممكن يشاور لي على الليفت سايد فنسميها الليفت كوبيولا اوف ديافرام، او الليفت هيمي ديافرام.